السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم على القناة المتخصصة في عرض دروس اللغة الإنجليزية. إذا نكمل مراجعة دروس البكالوريا، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق والنجاح بالتفوق. اليوم سأعرض عليكم هذا الحل النموذجي والتصحيح تاع بكالوريا 2019. طلبتوا مني بزاف حلول البكالوريات السابقة، توجد بعض البكالوريات على القناة، راح نخلي الروابط تاعهم أسفل هذا الفيديو. ونوصيكم بزاف أنكم تحلوا البكالوريات السابقة، في كل وحدة حلوا على الأقل 5 إلى 6 نماذج، لأنه عادة ما النص يكون من نفس الوحدة، إذن راح يتكرر وتكرر الكلمات المفتاحية اللي هي مهمة جدا تساعدكم باش تفهموا النص. كذلك راح تدربوا على طريقة حل الأسئلة اللي هي تتعاود دايما، وكذلك التعابير تقدروا تلقاوها هي نفسها تتعاود في بعض البكالوريات. إذن مهمة جدا أنكم تحلوا البكالوريات السابقة. نبدأ إن شاء الله مع هذه البكالوريا، هي بكالوريا 2019 كما قلت، الخاصة بالشعب العلمية. هذا النص مأخوذ من وحدة Ethics in Business، وبما أنها وحدة مشتركة تقدروا تاني نتوما الأدبيين واللغات تبقاو معنا تشوفوا الفيديو، راح تستفادوا بزاف من النص، تهزوا بعض الكلمات وكذلك طريقة حل الأسئلة. أول حاجة نوصيكم بها أنكم بما أنه اللغة الإنجليزية عندكم فيها زوج مواضيع، على أي أساس تختاروا الموضوع؟ اغلب التلاميذ يروحوا يشوفوا بلا ما يقرا النص، يروح طول يشوف القواعد، من يلقى مثلا الدروس تاع الباسيف والاكتيف ولا يلقى الجمل ساهلين يحول يقول نهز هذا النص لانه القواعد تاعو ساهلين. But this is not really correct، لانه النص هو اهم حاجة، لانه لما تفهم النص راح تقدر تجاوب الاسئلة تاع النص فيها اكبر عدد من النقاط. كذلك التعبير راح يكون عنده علاقة بالنص، يعني لما تكون فاهم النص اكيد راح تقدر تكتب تعبير. وكذلك ما تنسوش باللي النقاط تاع القواعد هي عندها زوج ولا ثلاثة، بالاضافة للنطق، ملء الفراغات، ربط الجمل، التحويل، التنسيز، سيلابولز، سايلنت ليترز. سو القواعد، الجزء البارت تاع القواعد ماشي فقط جراما، هو كذلك فيه النطق ان سوان. سو مهمة جدا سوري انكم تخيروا التعبير على اساس النص. كيفاش تعرفوا النص اذا كان راح يجي سهل ولا مش سهل؟ اكيد شوفوا النص لاي وحده ينتمي، ودائما نوصيكم ونوصيكم انكم تقراوا المصطلحات تاع الوحدات، لانه لما تقراوا المصطلحات تاع الوحدات راح يجيكم النص عنده علاقه بالوحده هذيك. مثلا تقريت الوحدات مصطلحات تاع وحده Ethics in Business، فاهمهم، عندك مفردات، عندك بعض الافكار على المواضيع اللي تقدر تتناولهم هذه الوحده. لما تشوف النص يتحدث على موضوع من هذه المواضيع اكيد راح تفهمه وراح يجيك سهل وراح تقدر تجاوب على الاسئله تاعو. المهم نبدأ. إذن عندنا part 1 هو comprehension. read the text carefully then do the following activities. عليه 8 نقاط، لأنه خاص كما قلنا هذا التنقيط خاص بالعلميين. إذن نبدأ بشرح النص. عندنا cheating اللي هي look، cheating معناتها الغش. هذه الكلمات كما قلنا هما كلمات مفتاحية، عادة لما تقرأوا أي وحدة أول حاجة تفهموها في الوحدة هي الكلمات المفتاحية keywords. إذن cheating اللي هو الغش، عندنا deception اللي هو الخداع، هذه الكلمة تاني عندها علاقة بcheating. إذن لما التلميذ يكون عن باله في الكيوردز تاع الوحدة، لما تشوف cheating و deception أول شيء يجي لبالك أنه ممكن هذا النص راح يكون من وحدة Ethics and Business. لما تقرا تشيتين قادر يجي في education كذلك في التعليم سواء، اما لما تجي مع deception اكيد ممكن راح نحكيو على وحده Ethics in Business. سو عندنا cheating, deception and other forms of unethical behavior. عندنا unethical behavior، other forms اشكال اخرى من unethical، هي عكس ethical. ethical اخلاقي، unethical غير اخلاقي، behavior سلوك. إذن وأشكال أخرى من السلوك غير الأخلاقي، هنا أكيد راح نحكيه على Ethics in Business اللي تحكي على الإيثكس و Ethical Behavior Unethical Behavior and so on. Are widespread in business،
وايد سبريد يعني منتشرة بكثرة في البيزنس في الأعمال. إذن هذه الوحدة من وحدة النص من وحدة ethics in business. ولما تكونوا عن بالكم الكيوردز راح تفهموا هذه الجملة. لوك هذه الجملة الأولى عادة في الفقرة الأولى هي اللي تمدلنا المغزى والمعنى العام تاع النص. لما نقرأ الجملة الأولى في الفقرة الأولى راح نعرفوا على واش يحكي النص. هنا أكيد النص راح يحكي لنا على السلوكات غير أخلاقية مثل الغش والخداع اللي منتشرة في البزنس أكيد. كذلك الجملة الأولى مهمة جدا لأنه منها نقدروا نهزو كما قلنا الفكرة العامة تاع النص general information ولا general idea، وكذلك نقدروا نهزو منها اللي هو التايتل العنوان تاع النص. مفهوم؟ اذا عندنا منتشره بزاف ان بزنس في الاعمال سبورتس اللي هي الرياضات، كذلك سكولز والمدارس ان اذر ارينز ومجالات اخرى ان سوا. وايل بينما ذا ميديا اللي هو الاعلام مثل التي في ان سوا فوكس تركز اون اكستريم كيسز اوف تشيتين، تركز على الحالات اللي هي اكستريم الحالات العالية بزاف تاع تشيتين يعني الحالات القصوى تاع الغش. less attention بينما تعطي less attention تمد اهتمام ولا انتباه اقل لل what researchers call ordinary unethical behavior، بينما تركز وتمد انتباه قليل لل اللي يسميوه هما هنا الباحثين يسميوه ordinary unethical behavior يعني سلوك غير اخلاقي يعتبر عادي. good. اذا هذه هي الفقره الاولى. now second paragraph. عاده قلنا الباراغراف نلقاو فيها فراغ نقطه فراغ نقطه تعتبر في باراغراف. second one stealing اللي هي السرقه. so stealing from one's employer من مدير عمل and so on or cheating ولا الغش في الاكزامز الغش في الامتحانات are the results of ordinary people's surroundings to the temptation to cheat when confronted with the opportunity. اذا لما واحد يسرق من رئيس العمل تاعه ولا واحد يغش في الاكزام هادو ان يكونوا نتائج للناس العاديين اللي تكون عندهم the temptation to cheat when confronted with the opportunity يعني الناس عاديين هادو يحاولوا يغشوا لما تكون عندهم الفرصة opportunity اللي هي الفرصة. these behaviors إذا these هي plural these behaviors and others are costly for business and society. هادو السلوكات اللي نعتبرهم احنا سلوكات عادية ممكن يأثروا بزاف على الأعمال والمجتمع كذلك society. هادي second paragraph. now third paragraph في الفقرة الأخيرة studies اللي هي الدراسات studies جمع study studies find that under some circumstances بعض الدراسات وجدت أنه تحت بعض الشروط conditions and circumstances most people cheat أغلبية الناس يغشوا. good. they don't cheat as much as they can sorry اذا ما راحينش يغشوا as much as they can ما راحينش يغشوا بدرجه تكون عاليه بزاف they can get away with rather they cheat up to the point at which they believe they are good. اذا كاينين some ordinary people الناس يعتبروا روحهم عاديين بصح لما توفر عندهم circumstances الشروط والconditions يغشوا مثلا كما تلميذة تكون ممتازة في القسم وما حفظتش الدرس تاع الاجتماعي مثلا وشكت يجي راح تكتب الدرس في ورقة ولما يجي الدرس هو في الامتحان راح تغش ماشي راح تغش انها راح تغش وتنقل كل الاجابات من الكراس بصح تنقل فقط الاجابة اللي حسيت روحها انها والسؤال اللي حسيت روحها انها ما قراتوش وجا في الامتحان اذا بحيث انها تبقى محافظة على انها she is a good student انها good she believes تؤمن بانها she is good ممتازة بصح غشت لما توفرت عندها الظروف وقدرت تجبد الورقة
when facing عندما نواجه the opportunity كما قلنا تكون عندك ال opportunity to cheat الفرصة باش تغش people experience a conflict between their desire الناس يواجهوا ولا تكون عندهم مواجهة مع a conflict صراع بين their desire الرغبة تاعهم to maintain a positive self image باش يحافظوا على الصورة الإيجابية تاعهم and to advance their self interest crossing ethical boundaries وتاني باش يحافظوا على الاهتمامات تاعهم و كما نقولوا crossing ethical boundaries boundaries هما الحدود ويتخطاو شويه الحدود الاخلاقيه تاعهم one way to resolve this is to cheat a little الطريقه الوحيده باش يحلوا هذا المشكل انهم يغشوا قليلا مثل الفتاه اللي قلنا غشت في الامتحان غشت شويه برك قليلا حافظت على انها she's a good student بحيث انها ما قامتش بغش كل الاسئله لانها حفظت البعض reinterpreting يعاودوا صياغه the unethical behavior هذا السلوك اللي نعتبروه البحثاء والباحثين يعتبروه unethical غير اخلاقي يعتبروه هما as an honest mistake كخطا في الأمانة تاعهم ولا في الوفاء والإخلاص تاعهم إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذا النص هو في العموم يحكي كما قلنا على cheating الخداع deception and so on بالنسبة بزاف هنا توجد keywords مصطلحات كثيرة وعديدة راحين تلقاوها في الكيوردز الفيديو تاع keywords متعلق بوحدة ethics in business على بها احنا نقولوا باللي المصطلحات مهمة جدا اي واحد يكون حافظ ولا فاهم هذه المصطلحات راح يفهم النص لما تشوف cheating تشوف deception تشوف honest تشوف unethical تشوف behavior تشوف stealing راح تعرف باللي هذا النص تعرف على الاقل المعنى العام تاع النص انه احنا لما نقول لكم قرأوا النص مش تقرأوا كلمة بكلمة فقط على الاقل كل فقرة تزلها الفكرة العامة تاعها هذا الشيء يعاونك باش تفهم المغزى العام تاع النص إذن هذا النص adapted from هزوه وبدلو فيه it's from ethicalsystems.org هذا هو السورس تاع النص أي نص يجي في الامتحان بدأوا قراوه من الأول للآخر قراو إذا كان فيه العنوان ما تنساوش تقراوه مهم جدا كذلك هذا السورس المصدر مهم جدا لانه عاده يقول لك منين جا النص منين جبنا النص تاعنا وهذا السورس هو اللي يعطي لك الحل تاع السؤال بالنسبه باش تشوفوا الاسئله اللي تجي دائما في الباك في لونجلي تتعاود كاين على القناه فيديو على الاسئله اللي تتداول وتتعاود بكثره في الامتحان تاع الانجليزيه راح نخلي الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو جود إذن نبدأونا مع questions الإجابة على الأسئلة number one Are the following statements true or false? Write T or F next to the letter corresponding to the statement and correct the false ones Look, فهم السؤال نصف الجواب واش قال لك اكتب T or F يعني احنا واش راحين نكتبو ما راحش نكتبو true false and so on باش تجي الورقة منظمة and so on تكتب A قدامها T or F ما تعاودش تكتب الجملة وما تعاودش تكتب true كاملة أو false كاملة المهم تكتب A رقم واحد A قدامها تكتب T or F كذلك واش قال لك هنا and correct the false ones قال لك صحح اللي يكونوا غلطين عادة هذا السؤال ما ديمش يقول لك صحح الأخطاء بصح هنا قال لك صحيح على بها لازم تنتبهوا تقراوا السؤال مليح سو نبدا ب A good so what do we have عندنا A واش يقول unethical behaviors هما السلوكات الغير أخلاقية are limited to one domain يعني limited اللي هي محدودة جاية من limit محدودة لي كما احنا نقولوا دومان واحد لمجال واحد
عادة هذو الأسئلة لما يمدوهم مرتبين. إذا أول سؤال وين نروحو نبداو من الفقرة الأولى، الكلمة الأولى ونبداو. سوري من تشيتين ونبداو. نشوفو اسكو ليميتد تو وان دومين اور نوت، سوري اور نوت. عندنا unethical behavior are widespread، so منتشرة بكثرة in business، في العمل، sports، sorry that schools and other arenas، which means this sentence is false. نكتبو F A F لأنها ماشي ليست محدودة في مجال واحد، هي نلقاوها سلوكات هذه غير أخلاقية في العمل، في الرياضات، في المدارس وأماكن ومجالات أخرى. so A F نكتبو F، نصحو لأنها false راح نصحوها. وش نكتبو؟ نكتبو unethical behaviors are widespread in business, sports, schools and other arenas. good. نحبسو من النقطة لأنه عادة الفكرة والجملة تحبس من النقطة، إذن راح نحبسو لهنا. good. هذه A. B. unethical behaviors sorry harm businesses only، تأثر وتضر الأعمال فقط. إذن منين كملنا السؤال الأول قلنا في الفقرة الأولى، نعود منين النقطة ونبدأ نعود مننا نحوسو على الحل. ما لقيناش الحل نروحو الفقرة اللي موراها. رايحينش نرجعو لهنا قبل نو no. رايحين نبداو منا ونروحو. عادة يكونوا مرتبين سواء في الأسئلة تاع ال questions اللي نجاوبو عليهم من النص، ولا في هادو true and false. إذن الإجابة ما راحش تكون في الفقرة الأولى، راح نحوسو منين قلنا باللي ethical behaviors يضروا، وين قلنا عامل لهنا these behaviors اللي هما unethical. these behaviors and others are costly for businesses and society. إذن B F false، ماشي تضر فقط businesses، بصح تضر businesses and society. نصحو الخطأ نقولو unethical behaviors harm businesses and society، ولا تقدروا تكتبوها كيما لهنا unethical behaviors and others are costly for businesses and society. good. من these behaviors حتى businesses and society، دار الأعمال والمجتمع. see people do not cheat all the time، الناس ما يغشوش كل وقت كل الوقت ولا دايما. حسب النص راح كملنا الإجابة الثانية اللي هنا في society، راح نفوتوا الفقرة اللي موراها، ما راح نرجعوا الفقرة الأولى ولا الجمل اللي قبل، حين نرجعوا نقدموا الفقرة الأخيرة. Studies find that under some circumstances most people cheat. They don't cheat as much as they can and so on. So حسب ما فهمنا من النص أنه الناس ما تغش دايما، تغش فقط منين تكون عندها الـ opportunity، الفرصة باش يغشوا. Under some circumstances وتحت بعض الشروط، لما تكون متوفرة هاد الشروط وال تكون عندهم الـ opportunity sorry circumstances opportunity، تكون عندهم الـ opportunity to cheat they cheat. إذن بالنسبة لسي it's true، كتبو تي صحيحة وما راح نصححوها because it's correct. so F F T number next we have put the following ideas in order they appear in the text. راح رتبوا هادو الافكار حسب ظهورهم في النص، وان هي الفكره اللي جات قبل الاولى الثانيه الثالثه. سواء عندنا A cheaters don't feel they are dishonest، وين يحسوا cheaters باللي هما ماشي ماشي غير مخلصين. هنا نلقاوها لما حكينا على الفكره، لما الناس تقدر تغش لما توفر لها الفرصه، بصح يغشوا لدرجه تخليهم يحسوا باللي they are good، they have a positive self image. اذا هذه الفكره وين لقيناها؟ this one. look they don't cheat as much as they can get away with، rather they cheat up at the point which they believe they are good. هنا يحسوا باللي هما مازالوا honest ماشي dishonest، و they are good بصح يغشوا. سو هاد الفكرة جات في الفقرة الأخيرة في الجملة الأولى ولا الثانية. تاني عندنا cheaters go beyond morals when cheating.
مورالز، يتخطاو الاخلاق لما يغشوا. الغشاشين هادو يتخطاو الاخلاق لما يغشوا. وين حكينا على الحدود تاع الايثيكس والاخلاق and so on. هاي crossing ethical boundaries، هنا يفوتوا يتحدوا الحدود الأخلاقية. إذا الفقرة الأولى، سوري الفكرة الأولى A جات قبل B. جود هذه عرفناها، A جات قبل B. then الروح C، ordinary people may have the desire to cheat، الناس العاديين تقدر تكون عندهم الرغبة باش يغشوا. وين حكينا على ordinary people؟ look هاي ordinary people surrounding the circumstances or the temptation to cheat when confronted with the opportunity. so هنا ما من الناس العاديين تقدر يقدروا sorry تكون عندهم محاولات باش يغشوا منين تكون عندهم ال opportunity الفرصة، which means هذه الفكرة جات قبل الفكرتين الآخرين. عندنا C هذه look هي number one. then cheaters يعتبروا روحهم dishonest، قلنا جات قبل يتخطاو الحدود. so C هي الأولى، A هي الثانية، and B هي الثالثة. good C A B حسب النص، حسب الترتيب تاعهم في النص. نوعنا answer the following questions according to the text، نجاوبوا الأسئلة حسب النص. بالنسبة للإجابة على الأسئلة حسب النص يكون عندكم two types of questions، زوج أنواع تاع الأسئلة. سؤال جابو بيس أو نو، إجابة تكون شورت، والسؤال والأسئلة اللي جابو فول سنتنسز تمدوا معلومات كاملة. الإجابة الأسئلة اللي تبدأ بأوكزيلوريز دو دي دا إيز آر أن سو أون جابو بيس أو نو، والأسئلة اللي يبدأ بوات وين دبليو إتش كويشن جابو فول سنتنس. بالنسبه لهذا النوع تاع الاجابه كيفاش تجاوبوا على الاسئله كاين درس في القناه يعلمكم كيف تجاوبوا على دبليو اتش كويشنز وثاني اوكزيلوري كويشنز، راح نخلي رابط تاعو اسفل هذا الفيديو. نبداو بنمبر 1 A. do the media today report all forms of cheating justify. هذا A. look الكيورد هي ميديا، وين حكينا على ميديا؟ حكينا عليها في الفقره الاولى. هاي ميديا قال هل تركز على كل الاشكال تاع تشيتين؟ بما انه السؤال لك باش بدا بدو دو اوكزيلوري راح نجاوبو بيس اور نو. حسب النص اسكو هنا الميديا، هل الميديا تركز كما قلنا الميديا فيها تي في، فيها ماجازينز، فيها نيوز بيبرز، انترنت اند سو اون، اسكو يركزوا على كل الاشكال تاع الغش؟ حسب النص نو، راح نقولوا no they don't. they تركز على هاد الميديا لانها تضم عده مجال، عده وسائل تستعمل في الاعلام. they don't اللي هي نيجاتيف. قالك justify علل لماذا، لانه واش قال while جعلنا بينما the media focus on extreme cases of cheating، تركز فقط كما قلنا على الحالات القصوى تاع الغش. giving less attention to what researchers call ordinary unethical behavior، ما تركزش على السلوكات هذوك اللي يعتبروها الناس عادية بصح هي غير أخلاقية. so this is the answer no they don't justify تزو هذا sentence حتى الآخر نقطة. إذن كما قلنا عادة الأسئلة تاع WH تاع النص و true false يجو مرتبين، بما أنه لقينا الإجابة تاع السؤال الفقرة الأولى في الجملة الأخيرة أكيد السؤال الثاني راح يبدأ منا ورا، ما راح نرجعوا الأول. good نشوفوا السؤال الثاني B. what dilemma do people face when confronted the opportunity to cheat، شغل واش هي الورطة والمشكلة dilemma اللي وقعوا فيها الناس لما تكون عندهم الفرصة باش يغشوا. good حسب النص وين حكينا، قلنا رجعوا هنا قلنا عندهم الاوبورتونيتي باش يغشوا سوان سو نو، هنا ما قلناش على الورطه فقط قال باللي الناس تقدر تغش سو نو، ماشي الفقره الثانيه، حول الفقره الثالثه. so
So under some circumstances, most people cheat. أغلبية الناس تغش. They don't cheat as they merchant they can and so on when facing the opportunity to cheat. Look, people can experience a conflict. Conflict صراع. ده اللي مشغول صراع وردة تقدر تشبه. So الناس تكون عندها يجربوا صراع يكون بين their desire to maintain a positive self image الرغبة تاعهم باش يحافظوا على الايمج تاعهم and to advance their self interest crossing ethical boundaries. So هذا هي الديلما. نقدروا نكتبوا هذه الجملة. Dilemma is that people experience a conflict between their desire and so on. هذه الإجابة حتى النقطة boundaries. Good. Next. See. How. كيف. So how do cheaters justify their unethical behavior. كيفاش يبرروا unethical behavior السلوك غير الأخلاقي تاعو. تاعهم هادو cheaters قلنا منين يغشوا واش يعتبروا الغش تاعهم. Look. One way to resolve this is to cheat a little. يغشوا قليلا فقط. ويعتبروه شغل أم ليس سلوك غير أخلاقي بس يعتبروه خطأ في الإخلاص والوفاء تاعهم. يعتبروه كخطأ وما يعتبرش سلوك غير أخلاقي. إذن how do cheaters justify their ethical behavior. نقولوا cheaters justify their unethical behavior by cheating a little and reinterpreting the unethical behavior as an honest mistake. Good. Next we have. So number 4. What or who? ماذا or من? Do the underlined words in the text refer to? تشير لهم هاد الكلمات مصدرة في النص. الكلمات مصدرة في النص reference words والكلمات الدلالية. موجود فيديو على القناة يعاونكم بزاف باش تحلوا وباش تجيبوا النقطة تاع هذا التمرين لأنه دائما يجي في الباك. هو سهل بزاف وعادة التلاميذ اللي يتخلطوا. اذا شوفوا راح نخلي الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو. اول كلمه هي these boundaries وثاني كلمه هي which. الاولى paragraph 2 الثانيه paragraph 3. هاي these boundaries تلقاهم سطرين. عندنا these تدل على الجمع boundaries ثاني sorry behaviors not boundaries these behaviors هاد السلوكات. واش هما هاد السلوكات؟ look these does this and so on. عاد نرجعوا قبلهم نرجعوا هنا عندنا نقطه قبلها راح نرجعوا شوفوا الدرس والشرح في الفيديو. رجعوا نحوسوا وين هما هاد البيهافيرز وش هما. عندنا اللي هما stealing from one's employer and cheating on exams are the results. so هادو هما these behaviors هاد السلوكات هما stealing from one's employer cheating on exams. second عندنا which. عادة which هو and so on تكون الكلمة اللي يدلوا عليها تكون لاصقة فيهم عادة قبلهم. وشوفوا الدرس في الفيديو الموجود على القناة. سواء عندنا راح نرجعوا قبلها rather they cheat up to the point at which they believe والتي يصدقون بأنهما سواء. so which تدل على the point النقطة ولا الدرجة. which the point. next we have now عندنا text exploration 7 points 7 نقاط. عادة text exploration synonyms antonyms nouns verbs adjectives والgrammar وتاني فيهم stress syllables ترتيب الجمل ملء الفراغات. ولهذا بزاف تلاميذ يركزوا على القواعد ويروحوا يفهموا القواعد خاصة التلاميذ اللي يكونوا ضعاف بزاف في القواعد ركزوا فقط عليهم ويروح لهم الوقت باش تضمنوا نقاط اكثر في الانجليزية. ركزوا على المصطلحات ركزوا تاني على التعابير حلوا بزاف بكالوريا السابقة. هنا من نوصلوا text exploration وين هما القواعد. القواعد وين عندنا just this one combine شحال عليهم عليهم I think زوج نقاط ولا واحد ونص والاخرين اللي هما synonyms opposites suffixes roots and so on. اذا ما تضيعوش الوقت بزاف في القواعد وركزوا على الامور الاهم اللي هما المصطلحات وحلول البكالوريات السابقه.
فهموا تاني ستريس الشدة موجود درس في القناة سيلابوز هادو تاع روت سافيكسز نون فيرب ادجكتيف يوجد فيديو على القناة راح يساعدكم بزاف. اذا نبداو فايند ان ذا تكست ووردز اور فريز ذات ار اوبوزيت. عندنا اوبوزيت يعني راح نمدوا العكس تاع هذه الكلمات. عندنا مور باراجراف نمبر 1 تشيب باراجراف نمبر 2 اباندن باراجراف نمبر 3. لما نروحو مور عادة إن هذه الكلمة متداولة بزاف مور يعني بزاف العكس تعالك لس. بالنسبة تاني تشيب حاجة رخيصة قلنا باراجراف نمبر 2 كوستلي تشيب يعني رخيص كوستلي يعني يدفع ثمن أنصوا عنده ثمن. next we have abandon paragraph 3 which means sorry yes like star. بالنسبة لتاني لهذه الكلمات معلومة مهمة جدا عادة لما يمد لك adjective تلقى like star adjective noun تلقاه noun عادة منين يكون suffix تاعه شن تلقاه بشن عادة ما نقولش دايما لما يكون ايدي تلقاه بايدي سو لما حتى ما تفهموش الكلمات تلقيتو كلمة مثلا تخلص بايدي حوسوا paragraph فقط الكلمات يبدأوا بايدي وخيروا واحدة منهم. هي في الباراجراف 3 اذا abandon هو verb هو العكس تاع منتين يحصل شغل و abandon يهمل حاجة كيما هاك so verb abandon opposite تاع منتين. next we have خلصنا مع التكست لانه عادة الاسئلة الاخرى تاع التكست اللي هي synonyms antonyms روحو now لل morphology. look we have divide the following words into roots and affixes. affixes عندنا زوج انواع عندنا prefix و suffix. prefixes موجودين في القناة كامل اللي يمدوا الضد تاع الكلمة ويجوا في الاول و suffixes اللي يمدوا يغيروا الverb للnoun للadjective وتاني موجود فيديو كيفاش تبدلوا من noun verb adjective يقدر يساعدكم في اغلب suffixes كيما شن er ing و اللي يجوا في اخر الكلمة والroot هو الاصل تاع الكلمة. اذا عندنا unethical هي الكلمة راح نحوسو وين هو السافكس البريفكس اللي زدناه في الاول والسافكس اللي زدناه في الاخير واللي يبقى لنا هو الروت. so unethical look prefix هو ان وعادة ان هو prefix باش نمدو الضد ethical اخلاقي unethical غير اخلاقي so prefix ان زيدو حوسو السافكس عندنا ethical all suffix لانه جا في الاول هذه لوك باش رجعتو ادجكتيف all good. واش بقى ايثيك هي جايه من ايثيكس ايثيك اخلاق ولا خلق لانها مفرد ان البريفكس او all suffix. حتى في المصطلحات لما انت تقرا ethics in business ethic خلق ethics اخلاق unethical غير اخلاقي ethical اخلاقي and so on راح تقدر يعاونك تاني حتى هنا باش to divide the word تقسموا الكلمة. next عندنا researchers researchers look واش عندنا عندنا re it's a prefix searchers search suffix sorry search يبحث sorry search يبحث هو verb و root search to search and so on so re prefix search root واش بقى suffix r this one research باحث كيما for example we have what do you say er هادي نزيدوها بزاف و employ employer er هذه السافكس يزاد بزاف باش ندو الاسم النون من الverb عادة وتاني الاس يعتبر سافكس لانه نزيدوه للجمع so researchers researchers ers اللي هو سافكس. next we have combine each pair of sentences combine يعني اربط كل جزئين تاع الجملة with the connectors given مع هذو الروابط اللي يمدوهمنا between brackets بين قوسين make changes where necessary ديما يمدو لكم انكم تغيروا
سو بالنسبة قلنا روابط تقدروا تلقاهم في conditionals تاع اف بالنسبة providing that unless كيما هنا عندنا two one sentence unless عندنا in order to and so on. المهم متعلق بالجرامة عادة نقول لكم زوج أجزاء وشوفوا الدروس تاع الجرامة كلها موجودة على القناة مع طريقة طرح السؤال والإجابة. So A people are reminded of moral standards they don't cheat unless رايحين نمدو unless. الجزء الأول تاع الجملة هو people are reminded of moral standards اللي هما الأخلاق and so on. they don't cheat لن يغشوا. رايحين ندخلوا عليها illness sorry. شوفوا الدرس تاع illness موجود في القناة. واش هو اللي تفهموا في illness؟ هي سهلة بزاف وعادة ما تجي في الباك وعادة تغلطوا فيها. illness معناتها if not. if not يعني النفي موجود فيها داخل. منين تحط الالس على اي جملة حط في بالك باللي رجعت من فيها. ذن حوسوا على الجملة اللي هي تكون السبب والريزات والنتيجة. نحطوا people are reminded of moral standards they don't cheat. هنا عندنا النفي في they don't cheat. they don't cheat هي الريزات هي الجملة اللي تعبر على النتيجة بما انها منفية. وحنا راح ندخلو illness في الجملة الأولى اللي تعبر عن السبب يعني تعود عندنا في زوج منفيين. هنا راح نعودو غالطين. وش معناتها راح نحيو النفي من الجملة اللي تعبر عن result ونخليو الجملة الأولى كما راهي فقط ندخلو عليها illness. شوفوا الدرس راح تفهموه إن شاء الله. راح نخلي رابط تاعو أسفل هذا الفيديو. سنرجع الجملة هنا ندخلو illness على الجملة اللي تعبر عن cause السبب. ترجع illness people are reminded of moral standards they cheat معناتها إذا لم نذكروا الناس بالmorals بالأخلاق والأساسيات تاعهم بالstandards تاعهم and so on they cheat راحين يغشوا. which means ما نقدروش نلقاهم في زوج منفيين. الريزالت تكون نفي و illness ديجا نفس الجملة تاع الكوز ان هكذا تعود غلطة. تاني تقدروا تعكسوا تبدا بالجمله تاع ريزالت و بعد كوز. وي كان سي بيبل تشيت الناس تغش. هنا ذي تعبر على بيبل ومنين نبداو الجمله دائما نبداوها ما نقدروش نبداو برونون وهنا عندنا معرفه. ترجع بيبل تشيت unless they are reminded of moral standards هاي تاني صحيحه. بي عندنا some employees. employees هما العمال. employer هو رب العمل. so some employees بعض العمال may deceive their bosses يقدروا يخدعوا البوسز تاعهم اللي هما اللي شاف تاعهم مثلا. they want to earn more money اذا كان حبوا يربحوا مال اكثر. هادو two pairs of sentences راح نربطهم ب in order to. in order to تعبر على ال purpose الهدف. يعني عندنا in order to so as to هادو عبروا على ال purpose. عادة يحطوا مرتبط بيناتهم بين جملتين منين واحدة تعبر على السبب وواحدة تعبر على الهدف. سو واش هو الهدف تاع هاد العمال؟ انهم يربحوا المال بزاف. معناتها in order to راح تجي في الوسط لهنا مع هاد الجملة. ترجع some employees may deceive their bosses in order to earn more money. هنا they want نحوها لانها تعبر على الشرب اللي هو الهدف تاع هاد الامبلويز. ومع in order to نحطوا الفيرب في الانفينيتيف مع ديجا تو كاينه نحطوه ستام يعني كامل تاعها they want to ونخليو earn money. تقدروا نعكسوا الجمله نقولوا in order to earn more money some employees may deceive their bosses good. وهنا نحطوا الفاصله في الوسط. ثاني الدرس هذا موجود في القناه كان خاص بالاولى ثانوي نتوما الثاني ممكن تلقاوه بزاف في الباك. number 4 reorder the following sentences رتبوا هاد الجمل to get a coherent sentence دائما ولا passage sorry باش تكون عندنا passage يكون مرتب. تاني يوجد فيديو على القناة تعاونتكم فيه شغل هو فيديو للتلاميذ اللي ضعاف بزاف كيفاش تقدروا تجيبوا 10 فقط باستعمال بعض الحيل وبعض الخدع وبعض الافكار باش تضمنوا نقاط منا وملهي.
بالنسبه لهذا التمرين تاني موجود في هذاك الفيديو كيفاش تقدر تجيب 10 في الانجليزيه حتى وانت ما تفهمش، راح نخلي الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو، لانه يوجد بزاف حوايج يقدروا يعاونوكم في هذا التمرين مثلا بلا ما تفهم النص. So, بالنسبة للترتيب واش عندنا interestingly others extremely ethical behavior exemplary sorry ethical behavior so. راح نرتبو على السريع وما تنساوش تشوفوا الفيديو الموجود على القناة. اذا الجملة الاولى هي عندنا دي هي number one، لوك عندنا هي دي جات بدا capital letter وبين المعلومات على اساس انها الفكرة العامة تاع الباسج. So دي number 2 B good sorry B number 3 C and number 4 A so D B C A this is the correction. هذا هو صحيح تاع الباسج. شوفوا الفيديو الموجود على القناة حوايج بزاف يساعدوكم، منها تشوفوا capital letter تشوفوا الفواصل تشوفوا pronouns كاين بزاف حوايج يعاونوكم باش تضمنوا النقاط تاع هذا التمرين وتمارين اخرى كذلك. انا نكملوا هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الحل النموذجي تاع باك 2019، كما قلنا هو مهم للعلميين والادبيين. بالنسبه للتعبير دائما تعرفوا باللي يمدوا لكم تو توبيكس واحد يكون عنده علاقه بالنص، يعني عرفوا باللي راح يجي على ethics ولا morals يعني ethical behaviors على cheating، هاو هنا عندنا cheating ethical behaviors and so on. واحد يكون فري يكون عنده علاقه باللي هذا الوحدة الأخرى، هنا هذا مهزوز من وحدة ethics in business كيما النص ويكون فيه notes، وتوجد على القناة يوجد على القناة فيديو يعاونكم كيفاش تكتبوا تعبير فقط باستعمال هاد النوتس، راح نخلي الرابط تاعو اسفل هذا الفيديو. كذلك بالنسبة للتوبيك الثاني يكون فري حر كتبوا واش تحبوا، ويتعلق بوحدة أخرى هنا متعلق بوحدة advertising الخاصة بالعلميين. ان شاء الله في كل وحدة هنا خاصة سواء بالعلميين ولا الادبيين فيها اربعة او اكثر من تعابير مقترحة موجودة على القناة، شوفوها راح تفيدكم هزوا منها الافكار، وكذلك راح تكون تعابير اخرى ان شاء الله في الايام القليلة المقبلة. فقط ابقوا في متابعة القناة ولا تنسوا التعليقات سواء حوايج فادوكم حوايج ما عجبوكمش في القناة خليوا تعليق، وانشروا القناة بين الزملاء ولا تنسوا الاشتراك واللايك للفيديو. بالتوفيق للجميع. Goodbye.